جاءت جارية لقصر الخليفة المنصور، ثم باتت أما لخليفتين. حادث اختطاف غير مجرى حياتها. أحبها الخليفة المهدي من أول نظرة. لم تكن بنت عطاء امرأة عادية في بلاط الخلافة العباسية. قتلت ابنها ثم بكت وصلت عليه. إليكم قصة السلطانة الخيزران. هي الخيزران بنت عطاء. اختلف المؤرخون حول أصلها. قال البعض إنها عربية الأصل أتت من اليمن، وقيل أيضا إنها بربرية أتي بها من المغرب. تعرضت بنت عطاء لاختطاف غير مجرى حياتها، حيث خطفها بدوي وباعها في مكة للخليفة المنصور. بعد وصولها إلى قصر الخليفة العباسي، وقع ابنه المهدي في غرامها وتزوجها. أنجبت منه ولدين، هما موسى الهادي وهارون الرشيد، فأصبحت الزوجة المدللة صاحبة الأمر. كانت للخيزران جراءة غير معهودة ودور بارز في إدارة شؤون الحكم، حيث كانت تشارك زوجها إصدار القرارات من خلف الستار. بمرور الأيام استطاعت محبوبة الخليفة ومدللته أن تقنعه بتعيين ولديها كوريثين شرعيين له، واستبعاد أبناء النساء الأخريات. على غير رغبة الخيزران، سلم الخليفة المهدي ولاية الحكم لابنه الهادي، الأمر الذي أثار غضبها، فألحت على الخليفة كي يجبر ابنه على تسليم الولاية لأخيه الأصغر، لكنه رفض. أعد الأب العدة وذهب لابنه الهادي في جيش كبير، لكن القدر لم يمهله، فقد مات وهو في طريقه إلى جيشه، وتقلد الأمير الهادي الخلافة بعد أبيه. تميز الهادي برجاحة عقله والصلاح والحكم الرشيد، فكان دائم الخلاف مع أمه لأنها كانت تتدخل في أمور الحكم. استمر تدخل الخيزران في أمور القصر والدولة، كانت تلتقي كبار القادة وتتدخل في تعيين كبار الضباط والولاة والحكام. بمرور 4 أشهر من خلافة الهادي، بدأ الناس يتوافدون على والدته وطمعوا فيها. شعر الهادي بأنه مهدد بطموحات والدته، فحاول قتلها عن طريق وضع السم في طعامها، لكن الخيزران كانت أكثر فطنة منه. أعطت الطبق لكلبها أولاً فسقط ميتاً، لتعلن الخيزران الحرب على ابنها. وصل الأمر بينهما إلى أشده، خصوصا بعد علم الخيزران بنيته قتل أخيه الرشيد. دبرت بنت عطاء لقتل الخليفة المهدي، أرسلت له الجواري مع أمر بقتله. وضعت الجواري الوسائد على رأس الخليفة وكأنهن يداعبنه، وجلسن عليها حتى لفظ أنفاسه سنة 170 للهجرة. بالرغم من ذلك لم تتحمل الخيزران منظر ابنها، فصرخت وبكت وشقت ثيابها، ثم همت بالوضوء وصلت عليه. بتولي هارون الرشيد الخلافة، عاد للخيزران مجدها وعزها من جديد. في تلك الفترة وصلت أم الخليفة إلى قمة نفوذها وتحكمها في الحكم، فأصبحت السيدة الأولى في الدولة. لم يطل بقاؤها بعد مقتل ابنها الهادي. توفيت الخيزران سنة 173 هجرية. صلى عليها الرشيد وأقام لها جنازة مهيبة. كتبت الفصل الأخير في قصة أم الخليفتين التي قتلت الأول ومكنت الثاني.